كيف كأب وكأم أنا أقدر أني أوفر بيئة طيبة أني أنتج للمجتمع أشخاص قادرين وفعالين بشكل إيجابي وجيد؟ هذا صحيح، هذا جميل السؤال هذا. هذا احنا نسميها الأسر السوية. الأسر السوية تنتج أبناء أسوياء، الله يكثر منهم. نعم، والأسر المضطربة تنتج أبناء مضطربين، ولكل قاعدة استثناء طبعا، لكن الأصل أن الأسر السوية عندهم أبناء أسوياء. طيب كيف نعرف أن هذه الأسرة سوية؟ نجد أن الأسرة السوية عندهم مستوى الحوار عالي، يتحاورون مع بعضهم البعض، نجد أن ما عندهم شتائم تجاه بعضهم البعض، تجد أنهم يحافظون على كرامة بعضهم البعض. يعني أنا كأب أنا أوبخ سلوك، أنتقد سلوك طفلي، لكن ما أني أجرح شخصه أو ذاته أو هويته. دائما ابني محترم، دائما كرامته محترمة. فالأسرة السوية تنظر للسلوك، ما تنظر للشخص، تنظر للخطأ، ما تنظر للمخطئ. وأسر ليست لوامة، ما عندهم ثقافة اللوم، أنت السبب، كله منك، ما في هذا، كل مشاكلنا بسبتك. هذه اللفظة، هذه اللغة، لغة اللوم المستمر ليست موجودة عند الأسر السوية. دائما عندهم كيف طيب نتجنب الخطأ، كيف نقدر خلينا علمك أنا مقطعني عشان لا تكرره. فهذا الشيء اللي دائما يعني أنا أكون مثلا في على الطاولة وابني سكب اللبن مثلا، فلو كنت أنا أسر مضطربة ممكن أضربه، ممكن أشتمه، لكن لو كنت أسرة سوية يا ولدي عندك المنشفة هناك، روح مسح اللي أنت كبيت على الأرض وكمل كلامي مع زوجتي، ما عندي مشكلة، وانتهى الموضوع، انتهى الموضوع. وفعل صغير ولكن بيترتب عليه أنه بيقيس عليه في أفعال كثيرة وكبيرة. بالضبط.